يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه من اللذات. فالإنسان لا شك أنه يصاب بالغفلة، لا سيما في الظروف التي نعيشها، لا شك أنها سبب في غفلة كثير من الناس عما خلقوا، انشغلوا بالقيل والقال. فزيارة القبور مشروعة، ولا شك أنها علاج لقساوة القلوب. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يسعى الإنسان لسلامة قلبه؟ قالوا: يكثر من ذكر هذه من اللذات، لأنه إذا ذكر في شيء قلله، شيء كثير يقلله، ثم بعد ذلك يجعل الإنسان ينصرف إلى ما وراء هذا الموت ويزور القبور وفيها العبرة والتذكرة للآخرة. لكن مع الأسف وإلى الله المشتكى أن الإنسان يطل في هذه القبور وكأنه حفرة عادية، لا فرق بينها كما يقول بعض الأخوان وبين حفرة الزيت اللي غير بها الزيت، ما فيه فرق. وقد رأيت شخصا في 50 من عمره ونصف اللحية أبيض يدخن على شفير القبر. قلوب تحتاج إلى علاج، وحياتها بتدبر كلام الله وبالإكثار من ذكر الموت وبزيارة القبور، ثم بعد ذلك وهو أبلغ من الزيارة مشاهدة المحتضرين كما يقول أهل العلم.